حادثة بيتريتش أو حرب الكلب الضال، هكذا تعرف واحدة من أغرب الحروب في التاريخ، عندما أشعل كلب ضال معركة ضارية بين جيشين. الحرب نشبت عام 1925 عندما غزت اليونان بلغاريا بالقرب من بلدة بيتريتش الحدودية بعد مقتل جندي يوناني كان يركض وراء كلبه قبل أن يقتله رصاص جنود بلغار كانوا يحرسون الحدود. كما أن العلاقات بين البلدين كانت متوترة منذ أوائل القرن العشرين بسبب التنافس بينهما على حيازة مقدونيا وبعد ذلك تراقيا الغربية. عقب الحادث قالت بلغاريا إن إطلاق النار كان بسبب سوء فهم، كما أعربت عن أسفها والاستعداد لتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق، لكن اليونان رفضت ذلك الأمر وأصدرت إنذارا نهائيا لبلغاريا مدته 48 ساعة لمعاقبة المسؤولين وتقديم اعتذار رسمي ومليوني فرنك فرنسي كتعويض. لاحقا أرسلت جنودا إلى بلغاريا لاحتلال مدينة بيتريتش بهدف فرض مطالبها ليبدأ القتال بين الطرفين، لتسارع بلغاريا إلى مناشدة عصبة الأمم وتطالبها بالتدخل في النزاع. وبالفعل استجابت الأخيرة وأرسلت تلغرافا إلى كلا البلدين تأمرهما بوقف القتال لتسحب اليونان قواتها وتدفع لبلغاريا 45,000 جنيه استرليني، ولتنتهي بذلك هذه الحرب الغريبة والتي سقط فيها 50 قتيلاً.